خطر مو امان. هذا الكلام اللي كنت اسمعه وللحين اسمعه من 10 سنين بالكويت على لبنان، والحين انا موجود بلبنان من احلى الاماكن اللي زرتها بحياتي. شوفوا انا الحين صار لي ثاني يوم هذا بلبنان واحس اني بجنة على الارض. ما شاء الله شوفوا بحيره طبيعه وثلج. كانت الحرارة اليوم ببيروت درجة الحرارة 30، وايد حر، بس صعدنا الحين بارتفاع 2000 متر، والحين احنا بنص شهر 5، درجة الحرارة 15 وللحين في ثلج. والله لبنان جنة، اللي ما جاء لازم يجي. ويا اهلا وسهلا بعلاوي من الكويت بلبنان. اهلين، لبنان بالقلب، وشوفوا المنظر ايش حلاوته. كل ما اي منطقه جديده اشوف منظر احلى واحلى، لازم تيون تزورون لبنان. جلبير، صوت العصافير وكميه الاكسجين اللي بين شجره الارز مو طبيعي. اللي ما يا لبنان طاف نص عمره، انا صار لي 3 ايام الحين بلبنان وما كفاني اشوف جمال لبنان. حبك يا لبنان، ومو اخر مره بجيك يا لبنان.